أهلا بكم مشاهدينا في مختصر سفيركم. هذه أبرز أخبارنا لليوم. أشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة خلال المنتدى الأوروبي بالتعاون المثالي بين إسبانيا والمغرب في مسائل الهجرة ومكافحة الجماعات الإرهابية والمافيا التي تتاجر بالبشر. وقال ألباريس أن المغرب شريك استراتيجي من الدرجة الأولى، مذكراً بإجماع السياسيين الإسبان على أولوية المغرب بالنسبة للسياسة الخارجية لإسبانيا. أما في خبر آخر، نفى حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية وجود طفرة قاتلة من فيروس كورونا، وقال أن الفيروس الصيني الخارق نموذج مختبري ولا وجود له في الحياة الحقيقية خارج المختبرات. وقال كذلك أنه لا مجال لتوقع إجراءات احترازية داخل المجتمعات أو على حدودها. وفي الخبر الأخير، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نشرتها الأسبوعية الخاصة بالوضعية الوبائية في بلادنا اليوم الجمعة عن تسجيل 154 إصابة جديدة بكوفيد-19 دون تسجيل وفيات خلال الفترة ما بين 13 و19 من يناير الجاري. كانت هذه أبرز أخبارنا لليوم. للمزيد من المعلومات زوروا موقع سفيركم جسركم للخبر.